اسمي عماد بن عاشور من تونس. لا ممتاز، تفاجأت في مفاجأة سارة يعني، وأنا جاي ما كنتش نتصور يعني، كانت عندي فكرة أكيد لكن معناها فاقت الانتظارات صدق. عرفته عن طريق الإنترنت، وفي شاب تونسي لكن على الإسكندرية راح، فهو اللي عرضت عليه من الأول فكرة معناها الذهاب لمصر، فبحثت في الإنترنت فوجدت على الفيسبوك يعني. بشكل عام كورس ممتاز ممتاز، وفي نفس الوقت فريد من نوعه يعني، فريد من نوعه أنه معناها في العادة في الكورسات في أي مكان آخر بيكون كورس نظري، وبالإمبلانت ما ممكن تكون نظري فقط، صحيح ضروري تكون نظري وتطبيقي، ربما التطبيق العملي على الباسانت هو شيء معناه رائع جدا ونظري كمان. المحاضرين ما شاء الله يعني على مستوى رائع جدا، نظريا ممتاز ممتاز طيب يعني، مجموعة المعلومات طيبة. ايه احساس حضرتك انه يعني شيء مش صعب، اي طبيب اسنان متخرج من اي كلية في العالم قادر انه يعمل الكورس ويكون يشتغل بالضبط. هذا نجاح كبير جدا، انه في عملية التبسيط يعني الزرع، لانه بصفة عامة الزرع زي الشيطان، زرع زرع، لكن في نهاية الأمر يعني عملية بسيطة. والله بصدق أنا الثلاثة عجبوني بصدق، وكل محاضر ليه امتيازات، وربما في اشياء ما نقولش انا مو انا طبيب مو من حقي اني احكم على استاذ، ما احكمش عليه على المستوى العلمي، ربما على اشياء اخرى انه يعني في العموم الثلاثه مستوى رائع جدا 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 يعني، حقيقه مستوى ممتاز ممتاز ممتاز. في المحاضره اكيد 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 انا اي انسان يسالني مباشره حابة أوجهه مباشرة للسبيسي أكيد جدا يعني، تجربة فريدة من نوعها. أول كلمة بديت أقول تجربة فريدة على مستوى الطريقة يعني، طريقة مو عادية، أول مرة معناها ما سمعت في أي مكان في العالم تقريبا بتصير بالطريقة هذه يعني، شيء ممتاز جدا جدا جدا. لا شكرا لوجهه، لا أنا سعيد جدا، شكرا.